It is دولار. الموقع ده اتشهر في اخر 48 ساعة بطريقة فظيعة يا جدعان، رغم ان الموقع مش جديد، موقع قديم اصلا ومن زمان يعني. وناس طلبت مني ان انا اعمل فيديو عن الموقع، هل شغال ولا مش شغال، هل بيدفع ولا مش بيدفع. وده الاهم بالنسبة لاي حد، ان هو بيدفع، مش مهم المبلغ قد ايه، زي ما هو مهم ان هو يكون الموقع صادق. ففي الفيديو ده هنتعرف على اتيز دولار وهل بيدفع ولا لا. دلوقتي عايزك تصلي على النبي، تشترك القناه، تفعل جرس التنبيهات، تتابعني على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام. الحاجات دي كلها هسيبها لك تحت الفيديو. دلوقتي نقول يلا بينا. اول حاجه، اول ما بتسجل في الموقع بيديك 50 دولار. ده رقم يا جدعان، 50 دولار اول ما بتسجل. طب وبعد كده انا هاخد ايه؟ على كل واحد هتلاقيه هتاخد 20 دولار. مش استعجل، استنى هتقولي فين اللينك، الموقع فين، اسمع الفيديو للاخر عشان تستفاد وتاخد النهايه. على كل واحد هتلاقيه هتاخد 20 دولار. طب تمام يا عم، اخدت ال 20، اخدت ال 50، انا عايز اسحب الفلوس دي، اسحبها ازاي؟ عشان تسحب الفلوس لازم تعمل 5 مهمات. طب ايه هي المهمات اللي لازم اخلصها عشان اسحب الفلوس؟ بص الصوره دي، هي دي المهمات او دي الشروط اللي لازم تعملها قبل ما تسحب الفلوس. عملت الفلوس وجيت تسحب يا مان، هيقول لك عندك 3 وسائل، منهم بيبال وبيتكوين، وهزار برضه وسائل ده. طب تمام، انا معايا بيبال والدنيا تمام، اسحب بقى الفلوس. انا عرفتك في الفيديو ده الموقع بيعمل ايه واشتغل ازاي، لكن اللي انا عايز اقوله لك انه الموقع مش صادق، الموقع فيك يا جدعان، موقع كذاب نصاب بالاخر كده. انا واحد من الناس زمان، ايام ما كان زمان، دعيت ناس كتير مش فاكر قد ايه، تمام، و حصلت ارقام 1000 ولا مش عارف 2000 دولار، يعني رقم كبير يا جدعان. فالمهم ان انا بقى جيت بقى بشوف رغم ان انا عارف من البدايه ان هو نصب، بس انا انت فاهم بجرب الحاجه. جربنا الحاجه، جينا نسحب، قال لك لازم تعمل مهمه اللي هو تنزل تطبيق او تنزل لعبه وتسجل برقم موبايلك وحاجات غريبه كده. عملنا الحاجات دي كلها، جينا نسحب يا جدعان فلوس برضو. بعد ما المفروض الفلوس بتتبعت كنسل الاوردر. فالخلاصه يا جدعان ان الموقع ده نصب. انا حبيت بس اوضح لك الموقع بيشتغل ازاي، والناس هتقول لك خش اسجل على اللينك وهناخد 20 دولار وهتاخد 50 دولار وارقام وهيظبطوا لك الدنيا، هتدخل على الموقع وتدعي ناس وتعمل ناس، لكن الموضوع فيك نصاب يا جدعان. فنصيحه مني، بلاش تدخل على الموقع، ويخليك في الحاجات المضمونه. يعني ممكن لو تطبيق بيجيب لك قروش فعلا، بمعنى كلمه قروش، افضل من تطبيق بيجيب لك الاف الدولارات، بس انت القروش دي ممكن تجمعهم وتسحبهم ويسحب معاك. بعكس ال 1000 دولار او ال 2000 دولار او مش عارف كام دولار اللي هم بيقول لك عليهم، وهم. انت عارف انت الوهم؟ هو ده الوهم يا جدعان. فخليك في الحقيقه وسيبك من الوهم يا مان. وده فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم يا جدعان، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانيه، لكن بقى تطبيقات عن تجربه مني انا شخصيا واثبات سحب يا جدعان، عشان انا مش عايز اعمل فيديو بدون اثبات سحب. فانا لازم اكون طالع في فيديو فيه مصداقيه 100%، غير كده مش هتلاقيني يا مان. بس كده، لو الفيديو عجبك دوس لايك للفيديو، لو انت مش مشترك اشترك في القناه، فعل جرس التنبيهات، واستناني في فيديوهات تانيه ان شاء الله. سلام.